منوراني يا معلمة أميرة. بنورك يا باشا. هو انت جزارة يا معلمة أميرة؟ اه جزارة. يعني المعلمة أميرة الجزارة ده مش لقب؟ لا جزارة دي شغلتي ومهنتي. اه يعني انت بتشتغلي جزارة. اه انت كام سنة؟ 28 سنة. طب انت مش حاسة انت صغيرة يا أميرة على اللي بتعمليه ده؟ مهنة وصعبة و سن صغير وعقل كبير ازاي؟ زي الناس. ايه اللي كبر عقلك بدري كده؟ متمرمطة في السوق طول عمري وانا عندي 10 سنين وانا في الجزارة والمهنة دي مع ابويا مع والدي. فضل يرجع لوالدي برضو علمني اللي انا اجيب الجنيه ازاي واجيب الجنيه بالحلال وبالشقة بابا اللي علمك؟ اه ابويا. ليك اخوات ولاد رجاله؟ اه طيب ما انت مش وحيده اهو. بس انا الصغيرة دلعة زيادة عن اللازم يعني. يعني انت في ده دلع؟ اه ابوي لا ابوي حبي كان بياخدني وانا صغيره كان يفصل لي الجلابيه البلد ياخدني معاه السلخانه والدكان والكلام ده. لما اتعودت بقى حبيت ان انا ما اقلعش الهدوم دي عمري. انت بدات تظهري امتى؟ والله انا ظاهره من زمان وانا عندي 10 سنين. في ناس صورتني برضو ونزلتني في الجرنان لقوني برضو لابسه العمه وبسوق التروسيكل والمكنه وانا عندي 10 سنين برضو. اي حاجه بركبها بسوقها من غير ما حد يعلمني. بابا الحمد لله على قيد الحياه. اه ابويا ربنا يبارك فيه. طيب ما بيقولكيش مثلا كفايه يا اميره انا عايزك بقى تستتي وتخلفي وتعيشي وحياتك؟ طمن عليكي زي ايه يا اب؟ ما انا مخلفه برضك ومستتته انت والدنيا متجوزه حلوه. اه وعندك عيال؟ عندي عيال. كم عيل؟ عندي 4 عيال. وجوزك معلم؟ وجوزي معلم جزاره برضه؟ جزارة وبيتباهى بيا في أي مكان. ازاي بقى احكيلي؟ أنا أشرف أي حد عشان راجل بجد. أنزل أي مكان أشرفهم فيه. هما بيتباهوا بيا في كل حتة عشان عارفين إن أنا بنت راجل. أميرة الحندوقة ده اسم العيلة بتاعتك؟ حندوقة أبويا. أما أنا من عيلة لبتة. حندوقة ده أبويا. ده لقب بابا. اه ابويا ابويا حندوقه. واخواتك عاملين معاكي ايه بقى؟ اخواتي رجاله اشرف بيهم في اي مكان. شرف ليا. طيب ايه اللي وداكي ايه اللي جابك الاوبرا؟ ايه اللي وداكي حفله مسرح محمد صبحي؟ ايه اللي خلاكي تروحي الاماكن دي وتظهري فيها؟ حب الفن. عايزه تمثلي؟ اه احب الفن. انا مش محتاجه حاجه من حد. ازاي مش محتاجه حاجه؟ انا سالتك انت متجوزه كنت بدور على دبله انا في ما دايما انت يا بلبسش ساده كله مش لاقيه دبله. ما بلبسش دبل. ليه بقى؟ ما عشان كده سالت. اه ليه ما بلبسش دبل؟ ما بحبهمش. يعني حبه الذهب ومش حبه الدبله؟ ليه بقى كده؟ احكي لي. لا قولي لي. متعقده منها؟ ما بتحبيش تلبسيها؟ لا انا ما بحبش البس. بحب الخواتم احسن من الدبل. حبه الفن. رحتي مين خدك وداكي الفن؟ مين ساعدك؟ قلتي لمين انا عايزه امثل؟ الاستاذه نانسي حسان تبقى بنت خالي. بنت خالك على طول؟ اه بنت خالي لازم. هي بقى انا حابه الموضوع دوت وهي خدتني معاها وكده. لما لقيتني بحب الفن وبحب الحاجات ديت قالت لي تعالى مره. تحبي ايه في الفن؟ بحب التمثيل. بتحبي مين من الممثلين؟ بحب من الممثلين الفنان احمد العوضي بعشقه. مش محتاجه حاجه من حد. انا بعشقه لله كده. مش محتاجه حاجه من حد. انا بنت خير ومولوده في بق معلقه ذهب. انا مولوده في بق معلقه ذهب. مش محتاجه حاجه من حد خالص. ولا انا بقول كده اللي انا محتاجه منه اديني مساعده ولا الكلام ده. لا ده لو حد عاوز مني مساعده انا بساعده. طيب احمد العوضي ومين تاني؟ وبحب محمد عادل امام. اه طبعا بعشقه برضه. وكم حد كده مش متذكره. وستات؟ لا ستات مش واخده بالي قوي. بتحبي احمد العوضي ومحمد عادل امام وكم حد كده؟ اه كم حد. ستات مش واخده بالك؟ اه كم حد. بحب برضك اللي هي عملت فيلم المذبح ديت ناديه الجندي. ناديه الجندي اه بحبها بعشقها ونفسي اعمل دور زي دورها بس دورها
لو انا عملته مش تمثيل، انا بشتغل بنفسي، بعمل كل حاجه بنفسي، حتى اشيل اللحمه بشيله بنفسي. ليه؟ ما بستكبر. انا معلمه ماشي، انا ما بستكبرش عن اي شغل ليا، ما بستكبرش، لان عندي صبيان بحب اروح افتح بنفسي وبيقولي، بدل الواحد ما هوش حاطه ما بيهتمش بيها. انت عندك محلك؟ اه عندي محل. انت كل ليه كل شويه تقولي انا عندي خير كتير، انا عندي، وشفتك حاطه فيديوهات على التيك توك، كنت حاطه رزوم فلوس كده قدامك. اه عندي خير. قصدي ايه اللي مخليكي تقولي ده وتبقي في الصوره دي؟ هقول لك على حاجه، انا لما جيت اتصور مع الفنان محمد صبحي اللي هو زيزو ده، سابني ونط في قلب العربيه، وانا محتاجه منك حاجه؟ لا، ده انا بقي مولوده في بقي معلقه دهب، ما اناش محتاجه منك حاجه. حبيت اظهر له نفسي اللي انا مش محتاجه منه حاجه، انا عندي احتمال ممكن افتح شركه انتاج الصبح واشغل اللي هم مش عارفين يشغلوهم، دول الشباب اللي مش لاقيه شغل، بتقعد على القهاوي ديت مش لاقيه شغل، انا عندي كفاءه ان انا افتح شركه انتاج واشغلهم عندي. أني شباب بقى اللي مش لاقي شغل؟ الشباب اللي هم معاهم الكليات والكلام دوت ومش لاقيين شغل. طب شركه انتاج يا كل الناس عايزه تمثل؟ في ناس كتير نفسها تمثل. انا لو قلت يا تمثيل مش هقول لك الجمهوريه بحالها، المنوفيه بحالها. ممكن يكون خاف من شكلك، انت شكلك مش مألوف. انا شرف اي حد في اي مكان، مش على الشرف، ممكن يكون قلق الممثلين. لا، ده هو كان بيمد من ناس، من اي حد، ما وقفش اتصور مع حد خالص، حتى انا مديت له عند العربيه كده لقيته قام نطت في العربيه وجاري. ممكن دايما النجوم الستارز الكبار بيخافوا على شكلهم وعلى مين اللي بتصور معاهم. على فكره انا كنت بعشقه وجايه من المنوفيه مخصوص اللي انا اتفرج عليه، فاهماني؟ واتصور بحبه، كنت بحبه، بس دلوقتي انا زعلانه منه، اللي انا مش محتاجه حاجه منه. ايوه. وقلت له انا جايه من المنوفيه عشان اتصور معاك. قال لك ايه؟ ما هو قال ولا عاد، نط في العربيه على طول. انا بكلمك زي ما انت بتكلميني، على فكره انا ما بحبش ان انا انكر الحلو حلو والوحش وحش، انا بكلمك زي ما انا بتكلم، ده اسلوبه وده كلامي. ماما معلمه زيك كده؟ والدتي معلمه. تلبس عمه وجلابيه؟ تلبس عمه وجلابيه، بس هي ما هي زي، طبعا انا واخده الطبع دوت من نزلت السوق ومشيت في السوق وقعدت في السوق، فاهماني؟ وطبعت بالسوق وبالرجاله اللي في السوق. طب انا مصاحبه الرجاله اكتر من الستات، وانزل في اي مكان. هتتعاملي مع الرجاله اكتر من الستات؟ بتعامل مع الرجاله اكتر من الستات. ليه بقى؟ انا اتخلقت لقيتهم في وسطهم، لقيت نفسي في وسطهم. حد من اخواتك زيك كده البنات؟ لا، اخواتي متعلمين وفي بيوتهم، ما فيش حد فيهم جزار خالص. انت متعلمه؟ انا معايا دبلوم. طيب وانت اللي اخترت مهنه الجزاره دي، ولا انت لما انا طلعت لقيت نفسي كده؟ فخلاص. انا والدي. طب ليه بابا ما عملش مع اخواتك البنات اللي قبلك كده؟ هو كان حبيبني اللي انا جريئه. لا، ده انت جريئه قوي. كان حبيبني اللي انا جريئه. انت معديها الجراءه. كان موقفني في الدكان ب 100 راجل، كان يرميني في الاولى اطلع نفسي منها لوحدي، ما اقولش لحد تعالى اسندني اعملني، لا انا مسكت السكينه بشفي وبقطع لوحدي وبروح السلخانه لوحدي وببح وبعمل كل حاجه، اي حاجه بسلك فيها. حتى جوزي دوت خطيبني وانا كده. جوزك بقى اللي حب فيكي عشان يجي يتقدم لك؟ حاجه بتاعت ربنا بقى. انا ما بالله.